السلام عليكم. رحبوا بقناة النهار ورحبوا كذلك بالمصنع تاع عمر بن عمر. انا من الفلاحين اللي اليوم شاركت في اليوم التحسيسي لعمر بن عمر، وكانت عندنا استفاده والحمد لله، جابوا لنا دكاتره واساتذه وخبراء في هذا الميدان، وكنا كما تشوف هذه المشتله التقليديه مغروسه من 15 مارس لحد الان باش نحوها ل 15 ماي، وهذه كانت في مده شهرين. واليوم اللي استفدناه من الخبراء كما تشوف هذه النقله نقلوها نزوها كما هكا، وقالوا لنا بلي المشتله جديده نديوها في لي بلا، واهم حاجه النبته ان يكون الجذر في مغطى ما يكونش كما هكا باش ما يتعرضش الامراض، يكون عنده مردود قوي. والحمد لله ان شاء الله نشاركوا مع هذا المصنع ونعاونوه باذن الله، وهذا شرف لينا انه تقدم لينا عمر بن عمر ودار مصنع في البلاد والحمد لله. الاسم تاعك مسبل ابراهيم.